الآن فاصل مع فيديو عن صراع دائر بين اللغة العربية الفصحى واللهجة العامية. تفضل يا سيدي. لكل من الفصحى والعامية جيوش مستعدة للقتال من أجل إعلاء رايتها، فهل هذا الصراع خليق اليوم؟ بالطبع لا، هذا الصراع بين الفصحى والعامية قديم قدم الفتوحات الإسلامية، فمع بدء العرب فتح بلاد غير عربية بدأ هذا الصراع. ففي عصر الدولة الأموية بدأ ظهور اللغة العامية في الكوفة والبصرة، لأن سكانها كانوا مخالطين للفرس وغيرهم، فظهر جيل جديد من أبناء الجواري غير العرب يحمل بعض الألفاظ الجديدة على الفصحى. أما العصر العباسي يعد عصر ازدهار اللغة العامية، ففي القرن الرابع الهجري تفشت العامية وجرى جنبا إلى جنب هي والفصحى، بل وتميزت على نظيرتها لتعدد لهجاتها، فكان لكل إقليم إسلامي لهجته العامية الخاصة به. اللغات العامية في بلادنا ولدت بتزامج اللغة العربية الفصحى مع لغات بلاد مختلفة، فدخل على العربية ألفاظ جديدة ليس لها معنى فيها، فلكل بلد من متحدثي العربية العامية لغته الخاصة به وتختلف تماما عن الآخرين. فالعامية في مصر غير العامية في تونس واليمن وليبيا والمغرب. وللاحتلال أيضا دوره في سلب الهوية والتأثير على اللغة وروحها، فباختلاط العرب بالمحتلين الأجانب ولغتهم اكتسبوا ألفاظا دخيلة على لغتهم مكونين لغة جديدة تناسب الحدث الجاري حتى يمكنهم التواصل مع المحتلين. فيعتقد رواد العامية أنها لغة مرنة غير جامدة، بل لغة متطورة يسهل على متحدثيها تجديدها وجعلها مواكبة للأحداث. الفصحى لغة ثرية بتعابيرها ومعانيها وكثرة ألفاظها، ولها محبها ومريدها، ويعتبر الفصحاء اللغة الفصحى جزءا لا يتجزأ عن الهوية العربية. ومن أبرز مناصري الفصحى والمدافعين عنها مصطفى صادق الرافعي، ولهم عدائين إلى العامية معارك كثيرة. ونبذهم من مناصري العامية أحمد لطفي السيد، رئيس مجمع اللغة العربية في يوم من الأيام. فكيف لرئيس مجمع اللغة العربية أن يدعو مثل دعوته للعامية؟ بدأ أحمد لطفي السيد دعوته للعامية بعدة مقالات في جريدة الجريدة في القاهرة مطلع القرن العشرين، حيث جمع هذه المقالات في كتاب تحت عنوان تفسير اللغة، أي أن هدفه من كتاباته هو فصل اللغة العربية عن الأمة العربية بشكل أو بآخر. فدعا إلى إدخال العديد من الكلمات الأجنبية في اللغة مثل الأوتوميل، البسكليتا، البنطلون والجاكيتا وغيرها من الألفاظ الدخيلة على اللغة. وجاء بعده سلام موسى الذي قيل عنه إن الفصحى لم تجد من يخاصمها في الربع الثاني من القرن العشرين مثل سلام موسى، فمنهجه جاء مكملا للطفي الثاني، فدعا إلى نبذ الفصحى واعتماد اللغة العامية لغة رسمية للبلاد. وكل هذا بحجة أن الفصحى صعبة وغير قادرة على التعبير عن الحضارات الحديثة للبلاد. ودعا موسى أيضا إلى التوحيد بين لغة الكتابة ولغة الحديث ليصبح كلاهما بالعامية. على النقيض كان للأستاذ طه حسين أحد المحافظين على الفصحى رأي آخر، وهو أن اللغة الفصحى هي الطريقة الوحيدة إلى تحقيق الوحدة بين الأمم العربية، فإذا كتبت بالفصحى فهمك العرب جميعا من المحيط إلى الخليج، وإذا كتبت بالعامية المصرية لن يفهمك إلا عامة المصريين. وما زلت إلى الآن من أنصار الفصحى ومن خصوم العامية. كما يرى الرافعي أن تمصير اللغة هو أسرع طريق لفناء اللغة العربية ومحوها، وسيأتي اليوم الذي تكون فيه اللغة العربية الفصحى شيئا أثريا. كما قال عن العامية والداعين إليها، إن الذين يكتبون بالعامية لا يفعلون ذلك إلا لأنهم يجهلون اللغة الفصحى، ولو تعلموها وأحسنوا دراستها لما تحولوا عنها إلى العامية. ويمكننا تلخيص الأمر بين مبدأين: مبدأ الفصحاء وهو المحافظة على التراث العربي الإسلامي والهوية والوحدة العربية باعتبار الفصحى لغة القرآن الكريم، ومبدأ العاميين وهو التأليف بين المجتمع ولغته،
حيث جعل اللغة ديمقراطية، إذا شئنا أن نكون مجتمعا ديمقراطيا. من وجهة نظرك أنت، من انتصر الآن، العامية أم الفصحى؟ وهل أصبحت الفصحى شيئا أثريا؟ شكرا لكم.